واصلت الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية ورفدها بمنظومة متكاملة من المدارس والمرافق التعليمية الحديثة التي تسهم في الارتقاء بمستويات التعليم في المملكة في إطار من الشراكة مع الأهالي في محافظات المملكة وبإشراف من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. زيارات ميدانية عديدة قامت بها وزارة التربية والتعليم تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، إيمانا من سموه بأن آراء ومقترحات الأهالي بمدن وقرى البحرين تشكل صورة الكاملة لتنفيذ المشاريع التي تعمل عليها الحكومة الموقرة لتتحقق المشاريع اليوم على أرض الواقع. ففي مختلف محافظات مملكة البحرين الأربع كان لوزارة التربية والتعليم زيارات متواصلة للوقوف على احتياجات الأهالي ومتابعة المشاريع التي تنفذ والوقوف على احتياجاتها واستكمال النواقص فيها، إيمانا من الوزارة بتطوير النظام التعليمي وشموليته لكافة فئات الدارسين والعمل على هذا التطوير ومراجعته باستمرار. 6 مشاريع جاءت نتاجا لسلسلة الزيارات الميدانية وتلبية لاحتياجات المواطنين، تتضمن فتح مداخل إضافية لدى المدارس لتخفيف الاختناق المروري بالقرب منها لضمان انسيابية الحركة، وإنشاء العديد من المباني الأكاديمية في عدد من المدارس بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمدارس وتوفير المقعد الدراسي لجميع الطلبة في مختلف المراحل الدراسية.